مسألة رفض المعونة، والمعونة عبارة عن إيه؟ هي المعونة اللي عندنا حاليا اللي كانت بتصلنا لغاية فترة قريبة كانت في شكل معدات عسكرية. ومعدات عسكرية دي يعني الناس دي ببساطة وبصراحة ودغري كده بتنصب علينا، بمعنى إنه ما بيدولناش فلوس كاش. أنا هحاول أكون يعني مبسط بقدر الإمكان. الناس دي ما بتدلناش كاش ويقول لك روح دبر نفسك بنفسك واشتري حتى بيه معدات عسكرية. ده ما بيديكش كاش، ده بيدي لك المعونة في شكل معدات عسكرية. وده اللي قريب قوي من اللي عملوه في مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. لأنه بعد الحرب العالمية الثانية جه الرئيس الأمريكي قال للجنرال مارشال من فضلك روح شوف دول أوروبا حالتها ازاي بعد الحرب العالمية الثانية بعد ما اتدشدشت تماما، ونقدر نتعامل معهم ازاي ونسيطر عليهم بشكل او باخر ازاي. فكانت النتيجة ان اخونا مارشال راح لف اوروبا وعرف احتياجاتهم وبدأ يحدد مبلغ معين، افتكر كان 13 مليار دولار في الوقت ده بمقاييس النهاردة، ده رقم ما يسواش، لتوزيعه على الدول الاوروبية اللي تضررت من الحرب العالمية الثانية. بس برضو النموذج بدأ من هنا، ما ادولهمش كاش وقالوا لهم روحوا تصرفوا اشتروا اللي انتوا عايزينه، ده بيدولهم بضايع وسلع وسلاح. بهذا الشكل مفيش فلوس خرجت حقيقي من امريكا، مش كده وبس، ده في بضاعة اتباعت من امريكا والفلوس الامريكية دارت جوه امريكا. استفادت مصانع الاسلحة بالأسلحة اللي تم بيعها لدول أوروبا، وكذلك مصانع الأخرى في شكل سلع وخدمات، لأن الفلوس فضلت في أمريكا، البنوك الأمريكية ما خرجتش فلوس ولا. كانت أكذوبة كبرى مشروع مارشال. وأتصور أن كان دكتور برادعي في وقت من الأوقات وأيمن نور في وقت من الأوقات في مصر لما كان جون كيري رايح جاي علينا هنا، كانوا بيروجوا لهذا الموضوع، كانوا بيروجوا لمشروع مارشال مصري. وساعتها حتى انا واحد من الناس اللي كنت ضد هذا المشروع شكلا وموضوعا، لان المساله مش مساله ان احنا ضد مساعدات، اللي عايز يساعدنا اهلا وسهلا، لكن ومليون خط تحت كلمه المساعده، محدش هيساعدك ببلاش، مش عشان سواد عيون الشعب المصري، الامريكان او الاوروبيين او حتى الاخوه العرب هيساعدونا. نقف عند حكايه الاخوه العرب دي، برضو وقفه حاسمه في انه السعودية والإمارات مشكورين الحقيقة الناس إنهم وقفوا معانا بعد 30/6، لكن بتثار مجموعة من علامات الاستفهام حوالين هم ليه واقفين معانا ضد القوى الإسلام السياسي وما بيسلكوش نفس المسلك مع سوريا. وطبعا يعني أكيد حضراتكم عارفين التفاصيل، ما مش عايزين الوقت ياخدنا في المسألة دي عشان ما نخرجش عن الإطار اللي احنا بنتكلم فيه. أرجع تاني بقى لموضوعي، الإمبراطورية التي تغرب شمسها، هي النهاردة ما غربتش لكن في سبيلها للغروب. علشان نكون موضوعيين النهاردة في الكلام ده، هنتكلم في ثلاث محاور أساسية. مجموعة من التعريف عشان ضبط المصطلحات مهم جدا قبل ما نتكلم، علشان نكون كلنا متفقين على التعريفات اللي احنا بنتكلم فيها. المسألة الثانية الملامح الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الأمريكية، والحاجة الثالثة النتيجة النهائية أو إحنا نقدر نتعامل كدول عالم ثالث ودول عربية إزاي مع الأزمة وتأثيرها علينا. خليني أتفق مع حضراتكم على حاجة أساسية، إحنا بقول الإمبراطورية وأدواتها. تعريف الإمبراطورية حسب القاموس المعاني، أنا دايماً أرجع للقواميس قبل ما أتكلم في أي حاجة علشان دي مسألة محسومة ما فيش فيها أخذ ورد كتير. فالإمبراطورية معناها إيه في قاموس المعاني؟ هي دولة تضم العديد من الأراضي والشعوب المختلفة تحت حكم واحد كالإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البريطانية. وغالباً ما تكون هذه الأراضي مشتتة جغرافياً ولا تملك نفس المركز الدستوري مقارنة بالبلد الأم. وفي تعريف آخر، هي نظام من أنظمة الحكم القديمة قائم على أساس التحكم في أقاليم واسعة وشعوب مختلفة، مثل الإمبراطورية العثمانية التي انتهت بعد الحرب العالمية الأولى، والإمبراطورية البريطانية التي انتهت بعد قبل الحرب العالمية الثانية. إذن تعريف الإمبراطورية هي دولة أو دولة بتتحكم في مجموعة من الدول الأخرى اللي مش شرط يكون بينهم وبين بعض تماس جغرافي.
طيب احنا في حالتنا الامبراطوريه الامريكيه، نطلع من 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 مفهوم الامبراطوريه الامريكيه او من مفهوم الامبراطوريه لادوات الامبراطوريه، ونتكلم شويه على الراسماليه، وبعد ما نخلص كلام على الراسماليه نتكلم نحط تعريفات، مش كلام، تعريفات للامبرياليه وتعريف للعولمه والعولمه المتوحشه، لان هو ده في النهايه اللي وصل الازمه، اللي وصل الاقتصاد الامريكي والمجتمع الامريكي للازمه اللي هم فيها. فبدانا براسماليه، تطورت الراسماليه الى امبرياليه، عولمه وانعكاساتها، وهنتكلم شويه على بعض المفاهيم الماركسيه ان صح التعبير لموضوع العولمه. الراسماليه برضو قانون حسب القاموس، النظام الاقتصادي الذي يقوم على الملكيه الخاصه لموارد الثروه. ببساطه استاذنا الكبير دكتور سمير امين له تعريف في غايه الـ يعني تعريف شيق جدا لموضوع الراسماليه. بيقول الراسماليه ليست هي اقتصاد السوق، ولكنها اقتصاد السوق الراسمالي، عشان نكون اكثر دقه. بيوجد في اقتصاد السوق الراسمالي حسب تعريف الدكتور سمير او بينتج عنه مجموعتين، مجموعه مستغله ومجموعه مستغله. المجموعه المستغله اللي تستغل موارد الدوله ووسائل الانتاج فانها تستغل مجموعه او مجموعات اخرى فيما يتعلق بحاجتين، اسواق وثروات، تسوق منتجاتها وتستلب ثروات بعض هذه الشعوب. فده بالنسبه لتعريف الراسماليه. الامبرياليه هي ظاهره ممارسه نفوذ دوله كبرى على دوله صغرى او دول صغرى، وهي علاقات معقده تخضع اقطارا متخلفه اقتصاديا، ده مش تعريفي انا، ده تعريف الكتاب، تخضع اقطارا متخلفه اقتصاديا لاقطار متقدمه من الناحيه الاقتصاديه. في تعريف التعريف العادل للامبرياليه، هي التسلطيه خارج الحدود من خلال سيطره دوله ما على موارد دوله اخرى. يعني مش مجرد، لانهم بيصدروا لنا دايما تعريف ان دي دوله كبرى متقدمه اقتصاديا وانتوا غلابه ومش قادرين، مش عارفين تتصرفوا في الموارد اللي عندكم، فاحنا جايين نساعدكم. العولمه، وما ادراك ما العولمه؟ في تعريف طيب وجميل وناعم وحلو الموضوع العولمه اللي كانوا بيبيعوا لنا فيه برضو الموضوع ده. بيقول لك ان العولمه بالمفهوم الايجابي للكلمه تعني التواصل والثقافه المثمره بين الدول والحضارات دون تصادم وتهميش والغاء للاخر، وتقر بالاختلاف واحترام الخصوصيات والهويات. ده تعريف العولمه حسب ما تم تصديره لينا. العولمه الامبرياليه الحقيقه من خلال ممارسات بتتم من خلال ممارسات سياسات السوق المتوحشه اللي بتفرض منطق الهيمنه والقوه. فيجي يقول لك ايه العولمه من خلال الهيمنه والسيطره بتنتهي في النهايه بنظام اقتصادي واحد بيشمل كل المناطق دون تفرقه ما بين منطقه واخرى في الثقافه او الموارد او اسلوب الحياه. فهم بيصدروا فكره النظام الراسمالي لكي يطبق على كل الدنيا. دي هي غرض العولمه في النهايه. والعولمه خرجت من كونها عولمه تخص منطقه معينه فيما يتعلق بالاقتصاد او غيره او التبادل الثقافي، الى انها اصبحت عولمه شعوب كمان. يعني مش مجرد ان الدوله دخلت في اطار العولمه، ده الشعب كمان دخل في اطار العولمه. افتكر المحاضره او القعده اللي قعدناها مع بعض المره اللي فاتت هنا، انا قلت حاجه الحقيقه، ان مصر كانت اول دوله في التاريخ تدخل العولمه. الكلام ده حصل في السبعينات قبل ما حتى مصطلح العولمه يكون له وجود. لكن واقع الامر بعد حرب 73 وحصل الانفتاح الاقتصادي، تم ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي لدرجه ان احنا بقينا نستورد كل شيء.
تقريبا كل شيء بنستورده من بره، فانت مرتبط بالاقتصاد العالمي. وهنا الازمه الكبرى اللي احنا بنتكلم دلوقتي على ازمه امريكا، هنعرف الناس سمعت معانا ازاي. فكانت مصر اول دوله دخلت العولمه في السبعينات بعد الحرب، حصل قوانين الانفتاح، انفتح الاقتصاد المصري على احلام ورديه ومنتجات مبهره، وتحولنا الى مجتمع مستهلك لا ننتج. ودي كانت أزمة الاقتصاد الأمريكي بالأساس. الاقتصاد الأمريكي يا حضرات تحول من اقتصاد منتج إلى اقتصاد استهلاكي فادح. فزي ما بقول لحضراتكم، العولمة من خلال الهيمنة والسيطرة تسعى لفرض نظام واحد. لو شفنا كمان موضوع تاني فيما يتعلق بالعولمة سياسياً، العراق مثلا واللي حصل فيه، ولا افتكر كان مقال كتبه برضو الدكتور سمير امين على موضوع تفرقة التقسيم المقسم وتجزيء المجزأ، وده برضو نوع من نقل العولمة، انهم بينقلوا لنا الافكار ونعيش على مستوى نظام اقتصادي واحد وننسى مشاكلنا الاساسية. لما العراق يتقسم ما بين سنة وشيعة من ناحية، عرب وأكراد من ناحية، مسيحيين ومسلمين من ناحية، لدرجة أنه تقريبا في اللحظة اللي احنا فيها ما فيش مسيحيين في العراق. فده أحد نتائج العولمة بشكل غير مباشر. في العولمة يعني لو عايزين نتكلم بشكل أعمق شوية من الناحية الفنية، هي عمقت مسار القيمة السلعية، بحيث ان الفرد ما بقاش عنده حاليا سوى قيمة السلعة. ارجع حضراتكم لتعريف ماركس، القانون العام المطلق للتراكم الرأسمالي بيفترض حتمية التردي المطلق والنسبي لوضع الطبقة العاملة ليس فقط في دول العالم الثالث، ولكن داخل دول رأس المال في ظل الرأسمالية والإمبريالية. ماركس كتب الآتي نصاً: إن تمركز وسائل الإنتاج وتعميم العمل يبلغان نقطة يأخذان فيها بالتنافر مع غلافهما الرأسمالي، فينفجر هذا الغلاف وتدق ساعة نهاية الملكية الرأسمالية الخاصة، وتنتزع ملكية نازعي الملكية. الكلام ده ماركس قال. وهذا هو أحد التطورات الموضوعية التاريخية الجدلية لقانون نفي النفي الجدلي. مش عايزين ندخل في موضوعات فلسفية عميقة جدا تاخدنا لمسميات نتوه فيها، لكن خلينا نركز بالأساس على المفهوم. التردي النسبي والمطلق لوضع الطبقة العاملة هو ظاهرة حتمية في المرحلة الإمبريالية وعولمة سوقها الحر. النهاردة بيتعرض مئات الملايين من العمال للاستغلال من قبل الاحتكارات الأجنبية والبرجوازية المحلية في شتى أنحاء العالم، مش في أمريكا بس، حتى داخل أمريكا هناك عشرات الملايين زنوج وبورتوريكو وعرب بيضيعوا. هنقل مع حضراتكم على الأرقام دلوقتي علشان نعرف تأثيرات الكلام اللي قاله ماركس على الوضع الاقتصادي واللي تنبأ فيه بانهيار الإمبراطورية الرأسمالية العظمى. في بعض ملامح اجتماعية واقتصادية للأزمة اللي بتمر بيها أمريكا حاليا. في تباطؤ في معدلات النمو نتيجة انخفاض إنتاجية العمال. في تراجع للاقتصاد الإنتاجي أمام الاقتصاد الاستهلاكي، زي ما كنت بقول لحضراتكم إنه مفيش إنتاج حقيقي في أمريكا، ولكن هي مسألة استهلاكية بالدرجة الأولى. في تفاوت اجتماعي حاد وتنامي لمعدلات البطالة والجريمة بشكل غير مسبوق. لو قلت ما هنقول لحضراتكم الأرقام حاجة مفزعة. سكان أمريكا، تعداد أمريكا 315 مليون بني آدم في اللحظة اللي احنا فيها. 23 مليون أمريكاني بيتعاطى مخدرات.